كنت متأكد إنك هتيجي هنا يا ندى. حازم حكالك عني ولا إيه؟ حكالي بس معرفش إنك جاية. دي إحنا اللي عرفناها. أنتوا مين؟ جرى إيه يا ندى؟ هو مين فينا المفروض يسأل؟ حازم كان جاي لك ليه؟ عايزك تصالحه على مراته مش كده؟ مش مهم هو عاوز إيه، المهم أنتِ عايزة إيه؟ أنا مش وحشة على فكرة، أنا بحب حازم بجد. بس ده متجوز. حظي كده، كل اللي حبيتهم أو حبوني كنت اختيارهم التاني. مش عارفة كنت فين وهما بيختاروا في الأول. كل اللي فاكراه هو طموحي، حلم كذاب جريت وراه وأنا بحقق أحلامي. ده غير إني شفت أبويا وهو بيعمل أمي، سابها تربيني لوحدي من وأنا صغيرة. أكيد يعني ما كنتش هغلط غلطتها تاني. وعلاقة ده بحازم أنا ده؟ حازم ده أجمل راجل عرفته في حياتي، إنسان محترم بجد، مش زي أي راجل تاني ولا زي أبويا. عمره ما قصر مع مراته. أنت متخيل إن يوم ما اتجوزها لحد دلوقتي عمره ما خانها ولا مرة؟ مع إن بجد الست دي تستاهل تتخان 100 مرة. ده رأيك أنت. لا ده مش رأيي، ده العدل على فكرة. دي واحدة ما بتقدرش أي حاجة، ولا مقدرة حنيته ولا تعبه ولا أي حاجة. تخيل إن هي من يوم ما اتجوزته لحد دلوقتي ما قالتلوش ولا كلمة حلوة. حازم أول مرة يسمع كلام حلو كان مني أنا. أول ما قابلته كان زي العطشان، نفسه يسمع أي كلمة حلوة، أي طبطبة. طلباته بسيطة جدا، حازم تقريبا ملوش طلبات، مع إنه بيدفع فاتورة كبيرة قوي كل يوم. ويا ترى أنت ناوية تدفعي أكتر؟ أنا ده يا بنتي، أنا صدقتك، وطالما أنا صدقتك يبقى تقدري تعتبري إن حازم كمان صدقك. وأنا هعمل كل اللي طلبته مني بالحرف الواحد. قدمي المشيئة بس. إن شاء الله يا رب. هات يا ابني ده بقى مسك من عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. ألف سلامة يا غالية يا بنت الغاليين. أنا هاجي لك بكرة يا شيخنا، بس عشان خاطري زي ما اتفقنا. أكيد، ما هو لكل وعد ميعاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.